تعالوا تعالوا لأعرض على حضراتكم هذا المشهد المهيب والرهيب. في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر مارس سنة 1980 قرأت خبرا في جريدة الأخبار وسألت الله أن يبصرني به. لأول مرة أقرأ في صحفنا هذا الخبر. يقول الخبر: بقلوب مؤمنة بالله موقنة بقضائه يشكر السيد صلاح أمين كل من عزاه في وفاة ابنته ميسة ولا ذكرى للأربعين. لأول مرة أرى إنسانا يموت له ميت ولا يقيم له ذكرى الأربعين، لأن ذكرى الأربعين بدعة سيئة، ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. هذا حديث المصطفى. وبعدما قرأت الخبر سألت الله أن يجمعني بأهل هذه الفتاة التي ماتت، وكأن الله تعالى له في ذلك حكمة. فيوم الاثنين الماضي زارني أبو تلك الفتاة التي ماتت وقص علي قصة وفاتها وقرأ علي وصيتها. واسمعوا اسمعوا لأن الأمر فيه عجب. فتاة، هذه الفتاة كانت طالبة في السنة الرابعة في كلية البنات الإسلامية، عرفت الله وكانت لا تفوتها صلاة الجمعة في هذا المسجد وكرست حياتها لله. أبوها من الأغنياء وكتب لها من ماله ما يساوي 20,000 جنيه في حياتها، ربما احتاجت إليه. أتدرون ماذا فعلت؟ كتبت وصيتها قبل أن تموت. اسمعوا الوصية: لا تقيموا لي مأتما، ولا تصرخوا علي، ولا تولولوا، ولا تقيموا خميسا ولا أربعين ولا ميعادا، فإذا أنا مت ودخلت قبري فلا تسمحوا لأحد أن يدخل معي قبري حتى لا يمسني ولا يطلع علي، إنما الذي يقوم بدفني هو أبي. كيف ماتت؟ كيف ماتت؟ حكمة بالغة. في اليوم الذي دعى فيه الناس ليحضروا عقد قرانها، وقبل أن يحضر المأذون بقليل دخلت لتتوضأ وتصلي لله ركعتي شكر، فماتت بعد كمال وضوئها. وتحول المهنئون إلى معزين. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد فسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أتقنت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر.
عاش حينا من الدهر، وبدلا من ان تلبس الفتاة ثياب زفافها لبست اكفانها، وبدلا من ان تدخل الحمام لتغسل نفسها بنفسها حملت على خشبة حدباء، وبدلا من ان تخلع ثيابها بيديها نامت على خشبة الغسل لتخلع ثيابها، اقسمت المغسلة التي غسلتها انها وهي تقعدها لتوضئها، لان من سنة غسل الميت الوضوء، اقسمت المغسلة انها وهي توضئها ابتسمت كأنها على قيد الحياة، كأنها تقول لها لم توضئيني وقد توضأت قبل الموت، لقد مت على وضوء، لقد مت على وضوء. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، وحملت على اعناق الرجال، وابت الخشبة ان تركب سيارة الحانوت، ابت كأنها تريد ان تقيم للناس سنة، احملوني على اكتافكم حتى يتعظ من يراني، حتى يتعظ من يراني. وحولت البنات المحجبات من مهنئات الى قارئات للقرآن، الى ذاكرات لله، والعروس على خشبة غسلها، وآيات القرآن تردد على رأسها، وروائح السماء تفوح عطرة، وملائكة السماء تشيئ العروس لا الى بيت زوجها انما الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وزهب بها الى قبرها مدرجة في اكفانها، وجاء وقت الدفن، وابن ادم عندما يقف على باب القبر يصرخ ثلاث صرخات يسمعها من في السماوات والارض الا الانس والجن، وجيء بالامانة وفتح باب القبر، فتح باب القبر لا باب غرفة الزفاف، ونزل ابوها صوره الاب نفسه ينزل، وفك الارض فق عن كفنه، وكشف الوجه، ووضع الخد على التراب، وضع الخد على التراب، وانامها على شقها الايمن، وقال لها سلام عليك، الى اللقاء يوم يجمع الله الاولين والاخرين. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. وقرأ الوصية علي، اوصت بثلث مالها للفقراء والمساكين، سألوا عن مصائها وحليها وجواهرها، فعلموا انها تصدقت بها جميعا على زميلاتها الفقيرات، سألوا عن مكتبتها كم تحوي من الكتب وماذا تحوي، لم يجدوا فيها كتابا تافها كالكتب التي يحملها الشباب في هذه الايام، لم يجدوا فيها مجلة حواء ولا الهلال ولا المصور ولا اخر ساعة ولا هو وهي ولا هي، انما وجدوا فيها التفسير الواضح، ووجدوا فيها تفسير ابن كثير، ووجدوا فيها احياء علوم الدين، ووجدوا فيها زاد المعاد لابن القيم، وجدوا كل ما فيها قيما.
هذه فتاة عرفت ربها، فإلى رضوان الله يبتسم. يا أختنا في الله، إلى رضوان الله، إنني بالنيابة عن حضراتكم والأصالة عن نفسي أطير برقية عزاء عاطرة من هذا المكان الطاهر إلى أبيها الأخ صلاح أمين، أقول له فيها وبشر الصابرين، وأقول لها فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، واصفت ألا يكون هناك ذكرى للأربعين. لماذا؟ لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاثة أيام، وكل ما يجري في موتنا وأفراحنا لهو وبدعة. ذكرى الخميس، لماذا؟ لماذا الخميس؟ لا أصل له. ذكرى الأربعين، لماذا؟ إذا سألتهم لماذا تحتفلون بمرور 40 يوما على الميت، والله لا تجد إجابة، إلا أن بعض الجهلة يقول لك لأن الدود يبدأ في أكل أنف الميت بعد 40 يوم. أتحتفلون بأكل أنفه؟ لماذا لا تحتفلون بأكل لسانه المر الذي كان يسيل أبا؟ لماذا؟ لماذا ذكرى الأربعين؟ إنها ليست سنة من سنن الإسلام، إنما هي بدعة من بدع الفراعنة القدامى. كانوا يحتفلون بذكرى الأربعين ويقولون لأن الروح بعد الموت تحاسب 40 يوما في السماء ثم تنزل إلى الجسد بعد 40. فنحن نحتفل بذكراها مع البدء. هذا كلام الفراعنة الوثنيين، وليس كلام الله ولا كلام رسول الله. المآكل